أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها انتهت من بناء مصنعين لإنتاج أجزاء دوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا في أول تصعيد من طهران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، فيما اعتبر المتحدث باسم المنظمة أن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق. جاء الإعلان بعد شهر من تصريحات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم في حال انهار الاتفاق النووي تماماً.